أحياناً بتحاولي تحافظي على قيم المجتمع في تصريحاتك، في كلامك عن الرأس، في كلامك عن البدل، دي محاولة منك للانتصار؟ لا والله، يعني أنا لما بتكلم من قلبي. يعني لما تقولي مثلاً الرأس مش حرام لكن بدل الرأس حرام، أنا أول راقصة حطيت شورت تحت بدلة الرقص. لا والله حطيت شورت للأسباب، يعني هي جت بالصدفة، وبعدين الرقابة على المصنفات الفنية أخدتها. أنا بعد الولادة كنت محتاجة أن أنا ألم جسمي علشان أنا نزلت اشتغلت بعد 40 يوم على طول، فرحت حاطة شورت، فعجبت الرقابة فقالوا كمان خلاص بشورت. وأنا أول ما يعني ابتديت كمان حطيت رقابة على الراقصات؟ زودت رقابة على الراقصات؟ بس والله أنا ما بيفرقش معي، المهم بس الموديل يبقى شكله كويس مناسب للشورت. لو الشورت شكله أجلي وشكله سخيف. دينا معروفة بأشيك بدل رأس حبيبتي. طب ليه قلتي إن في بدل رأس حرام؟ لا، هو البدل رأس أنا قلت من منظور الدين، مش من منظور الفن. من منظور الدين أي عري حرام، يعني كل العري حرام. دينا أحيانا بتضطر تتمسك بقناع القيم المجتمعية بشوية تقوى عشان تفضل تقول للمجتمع أنا مش عشان راقصة يبقى أنا أي شيء ممكن يعدي في دماغك. هي في التربية من البداية بتفضل عندك حاجات، شوية حاجات جواكي ما بتعرفيش تغيريها. بتحاربيهم بيها؟ بتحاربي المجتمع بيها؟ لا، تقفي في وشهم على فكرة أنا بيها؟ تصدي عن نفسك؟ أنا قاعدة جوه بالونتي متربعة جواها وقاعدة. خدتي وقت قد إيه عشان توصلي للبالونة دي؟ ما أنت أكيد مش فيها من أول يوم. لا طبعاً. أكيد ده مجهود. مجهود السنين وتفكير، وعقبال ما بتوصلي لمرحلة السلام النفسي دي بتبقي خدتي شوط فظيع، وتخبطتي وترزعتي من المجتمع وطلع روحك وفكرتي وعملتي. بس النهاردة لما تيجي تسأليني أقولك لا، يا أنا جوه بالونتي، معايا أصحابي في جيبي، واللي بيشتغلوا معايا بيشتغلوا من سنين عمر طويلة، و قادرين ننسجم كلنا مع بعض، فأنا عندي دايرتي اللي مقفولة عليا.